وقوله جل وعلا مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، يعني أنه مالك ليوم الدين وهو يوم الجزاء، وإنما خصه مع أن الله مالك لكل شيء، لأن يوم الدين تتلاشى جميع الممالك ويذهب جميع الملوك ويستوي الناس، فلا مالك إلا الله، ولا أحد يستطيع أن يقول إني أملك شيئاً في ذلك اليوم. ولذلك يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلذلك خصه هنا، ومعنى يوم الدين يعني يوم الجزاء ويوم الحساب.